لقد اشتريت جهازا جديدا للمطبخ اليوم، سأفتحه الآن. لاحظوا يا أعزائي، عند شراء جهاز جديد يوضع في علبته دفتر إرشادات التعامل مع هذا الجهاز. يا أحبائي، حياة الإنسان اليومية تحتاج إلى منظم ينظم حياته ليحقق له السعادة في الدنيا والآخرة. فالقرآن الكريم هو الكتاب الذي نزله خالق الإنسان ليرشده في حياته الصحيحة ويعالج مشكلاته التي تواجهه في حياته اليومية.